لأنه كان فاكر إن وداد حمدي بعد مشوارها الطويل في الفن كانت تحتكم على فلوس كتير ومجوهرات كتير جدا، ولكن كل توقعاته بقت بالفشل بعد ما لقاش غير 250 جنيه في بيتها، وأخد معاه اللي استطاع إن هو يشيله من المنقولات بتاعة بيتها. اللي اكتشف الجريمة دي أختها ليلى أثناء زيارتها ليها وأبلغت السلطات عن الموضوع، وساعتها جت الشرطة ولقت خصلة شعر علقت في إيد وداد حمدي أثناء دفاعها عن نفسه، ومن خصلة الشعر دي قدروا يعرفوا مين القاتل، وساعتها اتحكم عليه بالإعدام بسبب قتله للفنانة.